وزيدي على السماح لنا بتشريع كتابه وبهذه الوضع ومن خلاله إلى كافة الأساتذة المتدخلين وإلى إخواني وأصدقائي في المنتدى العالمي القدامى من الضوضاء وإلى جميع الشعراء الذين ارتقوا فرع ميدرة على استضافتها لنا لهذا الفضاء. وحنا كنتواجدوا اليوم في واحد المعلمة تاريخية اللي هي كونات أجيال من أبناء القنيطرة وخصوصا المنحدرين من منطقة ديال السكنية واللي هي دار الشباب. اليوم كنتواجدوا في هاد يعني في هاد البقعة الطاهرة لتقديم كتاب القنيطرة رحلة تاريخية من طرف مجموعة من أبناء هذه المدينة البرارة، وأذكر منهم الأستاذ حسن أيت بالله والأستاذ جليدي والأستاذ القليتي. الهدف من هذا اللقاء هذا هو التواصل مع أبناء هذه المنطقة هذه اللي هي منطقة السكنية أو ما يسمى بمنطقة ما بعد المدينة، لأن هذه المدينة غالبا هذه المنطقة هذه عفوا غالبا ما كانت ثمرت مجموعة من الاجتهادات اللي أعطت المدينة القنيطرة والمغرب نخبة من الجيل الثمانينات والتسعينات وبداية القرن العشرين، وهي الآن تتحمل مسؤولية على الصعيد الوطني والدولي. والدليل على ذلك أن هذا اللقاء يتم تنظيمه من طرف الفيدرالية الدولية لجمعية قدماء ثانوية ابن بطوطة، اللي هما كيشتغلوا بواحد الشكل كبير على الصعيد الوطني ولكن أيضا على الصعيد الدولي. فبالتالي هذا اللقاء هذا هو لقاء احتفالي، الغاية منه وهو إعادة الاعتبار لهذه المنطقة التي لا تزال من أهم أو من أهم المناطق التي أقول التي لا تزال تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى انتباه. لماذا؟ لأنها غنية وصورتها غير واضحة لدى العموم وخصوصا لدى الوافدين على القنيطرة. وبالتالي فالغاية من هذا اللقاء هو أن نتواصل مع هذه الساكنة للوقوف على حيثيات وكذلك مجريات تطور تاريخي الذي عرفته هذه المنطقة ابتداء من المدينة والنواحي ديال بفاس ثم عبر البوشتيين وحنا طالعين للدوار إلى أن نصل إلى ما يسمى بمنطقة السكنية، لنقف عند خصوصيتها التاريخية ولكن أيضا عند مواردها البشرية، وهذا هو الأهم في هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، معكم مراد الناس رئيس المنتدى الدولي لقدماء ثانوية ابن بطوطة في مدينة القنيطرة. كنجتمع اليوم للاحتفاء بالأستاذ السي سعيد البوزيدي، الدكتور سعيد البوزيدي، أستاذ جامعة بن طفيل، وهو أحد قدماء ثانوية ابن بطوطة. كنحتفيو بالمؤلف ديال الجديد على مدينة القنيطرة واللي فيه أيضا السكنية، وهو عبر فيه على حب كل السكنية وبغى يعني كانت عنده رغبة شديدة أننا نديروا ليه هذا حفل قراءة وتوقيع الكتاب بمنطقة السكنية، وحققنا له هذه الأمنية هذه الحمد لله بفضل الله. واليوم كيستمعوا قدماء باش يحتفيوا بعضياتهم من بعد ما احتفينا من بعد ما احتفلنا بالأساتذة ديالنا وكرمنا التلاميذ المتفوقين في ثانوية ابن بطوطة. ومرحبا بالجميع، شكرا لكم على الحضور ديالكم، بارك الله فيك. لقاء اليوم تنظموا المنتدى الدولي لقدماء ثانوية ابن بطوطة بقنيطرة في إطار احتفائي منجز بحثي لواحد من تلاميذ ابن بطوطة القدماء هو الدكتور سعيد البوزيدي حول كتابه القنيطرة رحلة تاريخية. واليوم هذا المنتدى تعقد لقاء من أجل قراءة هذا الكتاب من مختلف جوانبه جزءا وكلا وتركيبا وجماليا. هذا اللقاء هو لقاء للاحتفاء بالكتاب الذي أصدره الدكتور سعيد البوزيدي، وأصر الأخ سعيد البوزيدي أن هذا اللقاء يكون في منطقة ديال السكنية بالضبط ودار الشباب رحال مسكيني، نظرا للحمولة التاريخية اللي كيحملها هذا الاسم ديال رحال مسكيني كمقاوم. والكتاب في الحقيقة هو
الانصاف لمدينه القنيطره. كانت هناك مجموعه من الكتابات ومجموعه من الاصدارات، ولكن الاخ البوزيدي انه استطاع من خلال يعني المهام اللي كيشغلها في المجال ديال التاريخ، ومن خلال كذلك التخصص ديالو، انه استطاع انه ينصف مدينه القنيطره بهذا الكتاب القيم اللي حظيت بالشرف التقديم ديالو، واللي كيتكلم على المدينه كفضاءات تاريخيه، كمقاومه، كاشخاص اللي اسداو خدمات جليله لهذه المدينه. فكما كنعرفوا ان مدينه القنيطره ماشي التاريخ ديالها حديث، ولكن التاريخ اللي ارتبط بالنهر ديال سبول، ارتبط بواحد المجموعه ديال الدول اللي دازت من القنيطره، ومجموعه ديال الاحتلال اللي تعانت منه مدينه القنيطره ابتداء من الفينيقيين الى الان. فلهذا مدينه القنيطره عندها تاريخ. فاللي كيقول ان مدينه القنيطره مدينه حديثه فهو يجانب الصواب، لان مدينه القنيطره لها تاريخ عريق، وهذا هو اللي خلى هذا اللقاء وهذا الاصرار على عقد هذا اللقاء في هذا المكان بالضبط.